ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا competitive training بيفيد نوع من التحدي والنشاط، فاني أعمل مجموعتين. يعني هساني عندي 14 لاعب ممتاز، 5 مربع مهاجمين ضد 2 حارس مرمى، هاي 3 يعني 8، وهنا 8 مربع مدافعين في الحارس الأزرق، ذول 3 الواحد مهاجمين، وهنا بالعكس نضع المهاجمين مع الفريق المربع والمدافعين مع الفريق الآخر، فيكون مربع دائرة. فالتمرين بسيط، لكن الشيء الممتع به، ممتع جدا جدا، أنه أنت مبلغ الفريق أنه أي هدف يسجل صحيح راح يسجل عند المساعد هنا، وهنا عند مدرب لياقة بدنية، مدرب حراس، يسجل الهدف، سجل هدف، سجل هدف، ثم بعد ذلك راح نقول احنا راح نتفق على ما يلي، نحتفل بالفائز. شوف بعض الأحيان المدرب الذكي يجي ويشوف يعني اللاعبين في ضيق، يعني جايين للساحة متضايقين، ربما من خسارة، ربما من مشكلة، ربما الجو، ربما ما تدري شنو، بشر، شعور وأحاسيس وكذا. رأس المدرب، يلا شباب احماء زين، اليوم عندنا سباق. شوف هذه الكلمات تقدمها، فريق الفائز مثلا نهدي له هدية، يعني ساندويتش، شيء، عصائر، هذه حتى بالفرق الكبيرة مو بس بالفرق الصغيرة. فالتمرين وما فيه مدرب فقط يعطي، ما له دخل غير لأن سباق هذا بين الاثنين، فكيف تدخلاني؟ فالفريق الأحسن الأجود هو اللي يفوز. المدرب ابدأ، شوف لاعب رقم 1 ويا الكرة يلعب إلى أي من الجناحين، هنا لعب الجناح اليسار، راح 1 لاعب الوسط سند جناح اليسار ولعب معه جدارية، فالواحد الجناح أمضى الواحد الوسط، الواحد الوسط هيئها خارج منطقة الجزاء، وصارت هجوم كرة عكسية 3-2. شوف بس انتهى الموضوع هنا وهنا بنفس الوقت، واللاعب الوسط اللي ويا الكرات يختار الجناح، يريد يلعب اليمين يريد يلعب اليسار، واحنا نسجل ما يعرف به، نسجل الأهداف فقط. العبها لفترة اطراحة، بدل الأهداف، العبها لفترة اطراحة، ارجع بدل الأهداف، العبها لفترة، ما في ركن سريع. يعني هذا الواحد واحد الأجنحة هم قريبين على منطقة الجزاء، ركضة قصيرة، ذولا خارج منطقة الجزاء بعشرة 15 يارد، بسيط، كله بسيط. فيحتاج فقط أداء فني عالي، واللعب حر. المدرب ما يقول للمدافعين العب مان تو مان، اضغط على لاعب، ما يقول، الى الحريه يعمل كل شيء بعد الضغط على الجناحين، لا يضغطون على الجناحين، شغلهم داخل منطقه الجزاء، لان الجناحين لعبهم خارج منطقه الجناحين، يعني لاعب منطقه الجزاء خارج منطقه الجزاء، اسف. فهذه تمارين حلوه وجميله، وتعطي نوع من الفكاهة، وتعطي نوع من التمتع، وتعطي نوع راقي من الموتيفيشن، لأن بعد هاي الفعالية ممكن تدرب ما تريد، تلعب على الجولين نفس المكان ما غير، هنا 3-2 وهنا 3-2، المدافعين ينقلون الكرة زملائهم المهاجمين بالساحة الثانية، واجب المهاجمين 3-2 يسجلون هدف. فاستنسخت الفعالية هاي وضعتها في حالة لعب، فكل 3-2 يلعبون بساحتهم، يكون ممتاز، تسلسل منطقي لفعالية تدريبية ممتازة. هذا التطوير هكذا يتم، التطوير يبنى على الأسس، الأسس مهمة، أنه أنت الآن عندك يعني كدفاع العدد الأقل، كهجوم العدد الأكثر، لكن الفريقين لهم نصيب، لأن في الساحتين أكو، فعندي 3 مربعان مهاجمين على 2 مدافعين دائرة، وهنا عندي 3 طائرة على 2، وقلنا الكرة تنتقل بين الهدفين ولكن اللاعبين ينتقل،
وفي تشكيلات أخرى لهذا النوع من التدريب. هاي أحسن أنواع التدريبات اللي تستخدم في تطوير الفئات العمرية حتى يذهبون للمنتخبات جاهزين، والمنتخبات تكون جاهزة حتى تعبر تصفيات كأس العالم القادم إن شاء الله. فالمهم ليس عندنا دوري وما دوري كما يقال، وأسمع من بعض الأخوان عندنا دوري وعندنا أي والمدربين غير جيدين، هذا لا يجوز. يجب أن يكون هناك تخصص وشهادات تخصصية لمن يعملون في مرحلة التطوير. منين نجيب الشهادات التخصصية؟ الاتحاد مسؤول، المدير الفني مسؤول على هذه الشاكلة، يعلم المدربين كل ما من شأنه يطور قابليات المدربين على تدريب الأسس. أنت سامع 3-2 تدريب أسس هجوم ضد دفاع موجود، إحنا الآن وضعناها بالشكلين، وضعناها كرات عكسية وضعناها بلعب. دائما فكر أنه تطوير أي حالة تحتاج إلى تطوير من يقوم على الحالة، من يقوم على الحالة هم المدربين، فلا يكثرون الناس الحديث عن ما عندنا دوري فئات عمرية. ما عندك دوري فئات عمرية وعندك كل نادي 3 أندية وما عندك مدربين متخصصين بالتطوير، راح يأخذون التمرين مع الفريق الأول ويدربوا، وهذه هي الطامة الكبرى في كرة القدم. أنا موافق المولى مع شعار الفيفا وورلد كاب قطر 2022، نحن داعمين، كل الجمهور العراقي وكل المحبين داعمين لهذه البطولة الشرق أوسطية التي ستعم بالفائدة على سمعة الرياضة وسمعة التنظيم في المنطقة. أنا موافق المولى، شكرا جزيلا، صلى الله على سيدي رسول الله وعلى آل بيته الكرام وصحبته الميامين. مع السلامة.